بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا موجودين الان في احدى مشاريع شركه بابجال. طبعا راح ناخذ فكره كامله عن المشروع مع الاخ عبد الباري. حنحكي شرح مبسط على المشروع، على مكتب المشروع. طبعا هون عند الزاويه محل ما واضح عنا بالصوره هو عم يكون مكتب مبيعات المشروع اللي نحن موجودين فيه حاليا. هذا المكتب حيتحول لمطعم بعد ما يخلص بيع المشروع. مباشرة بجوار المكتب أو اللي حيصير مطعم حيكون في عنا عدة محلات تجارية، طابقين، الطابق العلوي حيتحول لأكثر من بنك، الطابق السفلي حيكون سوبر ماركت كارفور تابع للمشروع. خلينا ننتقل هلأ للواجهة الأمامية للمشروع اللي هي عم تجي عنا بهذا الشكل من هون. هلأ هي الواجهة الأمامية للمشروع واللي هي بتاخد اطلالات بحرية اعتبارا من الطابق السابع وما فوق. في عنا اطلالات بحرية مفتوحة بمواجه المشروع. طبعا مشروعنا مثل ما واضح عنا عبارة عن 5 ابراج. الابراج الثلاثة الخلفية جاهزة للتسليم، فيها خيارات مختلفة، غرفتين وصالون وثلاثة وصالون. البرجين الاماميين عبارة عن برج 22 طابق، غرفتين وصالون وثلاثة وصالون، حيكون تسليمه شهر 6 بهيدي السنة. والبرج الطويل عم يكون هوم أوفيس، تسليمه حيكون شهر 6 أيضا بهيدي السنة، عم يكون 40 طابق. طبعا نقطة كتير مهمة بالنسبة للمشروع بشكل كامل، الطابق جاهز للمشروع، تم تسليمه لجميع الشقق. بالنسبة للأخوة الراغبين بموضوع الجنسية، تقييم الخبراء بالنسبة للمشروع عنا عم يجي نفس الرقم اللي عم يتم فيه الشراء. طبعا داخل المشروع في جميع الخدمات اللي ممكن ترغبوها، في مسجد، في منطقة باربيكيو، ألعاب أطفال، مساحات خضراء، ممرات مائية، جلسات عائلية، ملعب باسكتبول مفتوح بالإضافة لمسبح مفتوح، في مدرسة خاصة تابعة للمشروع من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، بالإضافة لمنطقة الخدمات، جيم، ساونا، حمام تركي، غرفة بخار، غرفة ملح، غرفة مساج، غرفة بلاي ستيشن، غرفة سينما وغرفة اجتماعات. طبعا طابقين باركينج تحت الأرض على مساحة أرض المشروع بالكامل، بالإضافة لسيكوريتي ريسبشن بالبرج وسمارت سيستم بجميع الشقق. طبعا جينا الآن للشقة النموذجية وهي عبارة عن غرفة وصالة، راح يشرحها لنا الأستاذ بالكامل. طبعا هذه شقة غرفة وصالون، أحد نماذج الغرفة وصالون الموجودة بالمشروع. مساحتها الإجمالية 73 متر، مساحتها الصافية 41 متر. طبعا مثل ما ذكرت هي أحد النماذج العديدة للغرفة وصالون المختلفة من حيث المساحة والمخطط وما إلى ذلك. خلينا نلقي نظرة على الشقة من الداخل. طبعا المطبخ نظام امريكي مفتوح على الصالة زي ما انتم شايفين. هذا مدخل الشقة، على يسارنا او على يميننا مباشرة من المدخل حتكون في دورة مياه، دورة مياه كاملة. وهذه الصالة بلكونة، اسف، المطبخ مشتركة مع الصالة. عندنا هنا الغرفة مثل ما انتم شايفين، تشطيبات جميلة جدا. ايضا هذه بالنسبة للشقة غرفتين وصالة، شقة نموذجية راح نشوفها الان بالتفصيل. طبعا هلا حنشوف شقة غرفتين وصالة، بنفس الوقت كمان هي احد نماذج كتير من الغرفتين وصالة الموجودة بالمشروع. طبعا اللي بيميز غرفتين وصالون بالمشروع انه جميع الشقق بغض النظر عن المساحة عم يجي معاها حمامين، بعض الشقق عم يجي بلكون، بعض الشقق عم يجي بلكونين. خلينا ناخذ نظرة على هيدي الشقة اللي مساحتها اجمالي 117 متر والصافي 74 متر. هنا المدخل على يسارنا مباشرة، طبعا عندنا المطبخ بالإضافة إلى بلكونة. طبعا تشطيباتها جميلة جدا، تشطيب راقي مرتب. وهنا على يسارنا الصالة، طبعا مساحة كبيرة وشرحة بالإضافة إلى بلكونة، منطقة لطاولة الطعام. هذه البلكونة مثل ما انتم شايفين،
الغرفة الأولى الجام فيها نظام فرنسي. هذه دورة المياه الأولى. طبعا تتميز الغرفتين وصالة بدورتين مياه كاملة، واحدة تخدم الغرفة الأولى والثانية داخل ماستر روم. هذه دورة المياه للغرفة الرئيسية.